مقال تحليلي لوكالة الأناضول منشور في 7 يونيو حزيران من العام 2021 بعنوان انتخابات ليبيا بين العقبات الداخلية وتدخل الأطراف الدولية. تتجه ليبيا نحو الاستقرار بعد عقد كامل من الاقتتال الداخلي بين أطراف محلية ساهمت قوى إقليمية ودولية في تأجيجه وإطالة أمده. تعاني ليبيا من انقسامات قبلية ومناطقية وتدخلات خارجية مباشرة أو عبر مجموعات من المرتزقة الأجانب، مع غياب شبه واضح للدور الأمريكي منذ مغادرة الرئيس الأسبق باراك أوباما البيت الأبيض في العام 2017. كانت إدارة أوباما قد شاركت إلى جانب قوات حلف الناتو في إسقاط نظام معمر القذافي. ترى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضرورة إنهاء التدخلات الروسية وتواجدها العسكري من خلال مرتزقة فاغنر لضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهة. تعتقد الولايات المتحدة أن هناك تحديات تواجه المجلس الرئاسي الليبي المكلف بمهمة إجراء مصالحة وطنية شاملة لتحقيق مستوى مقبول للمشاركة الشعبية في انتخابات نهاية العام. يرى متابعون للشأن الليبي أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن تخلت عن سياسة الحياد من الأزمة الليبية التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب. تضع إدارة بايدن إخراج المرتزقة الروس من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على رأس أولوياتها، وهددت الإدارة الأمريكية بمحاسبة أي طرف يسعى إلى تقويض الانتخابات. وكان ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها والجيش الوطني الليبي وقعوا في جنيف في 23 من أكتوبر 2020 اتفاقية لوقف إطلاق النار، وصفتها الأمم المتحدة بأنها اتفاقية تاريخية. نجح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف مطلع فبراير شباط الماضي في اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة عبر نجاح قائمة تضم رئيساً للحكومة وهو عبد الحميد دبيبة، ورئيساً للمجلس الرئاسي وهو محمد المنفي، مع عضوين آخرين بالمجلس. تولت الأمم المتحدة قيادة عملية تشكيل الحكومة المؤقتة بإجراء الانتخابات القادمة وإطلاق جهود الإعمار وتحسين المستوى المعيشي والخدمي وتوحيد مؤسسات الدولة على أساس تفاهمات لجنة 5+5 خلال الفترة الانتقالية بقيادة رئيس الحكومة المؤقتة. منح البرلمان الليبي في 10 من مارس أذار الماضي الثقة لحكومة دبيبة لتكون ليبيا لأول مرة تحت سلطة تنفيذية واحدة منذ العام 2014. قوبلت نتائج ملتقى الحوار السياسي بترحيب داخلي وإقليمي ودولي رغم أنها سلطة مؤقتة. يعول المجتمع الدولي على حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ خطوات عملية لإنجاح المرحلة الانتقالية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، يسبق ذلك استفتاء شعبي للموافقة على مسودة دستور كانت قد وضعته لجنة منتخبة في العام 2017، لكنه لم يطرح على التصويت الشعبي حتى الآن. تواجه الحكومة المؤقتة التي يرأسها دبيبة تحديات حقيقية في المضي قدماً نحو موعد الانتخابات، مع الحفاظ في نفس الوقت على سريان وقف إطلاق النار. تنظر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي الليبي إلى مخاطر وجود المرتزقة الأجانب والتأكيد على ضرورة إخراجهم من الأراضي الليبية. يعتقد مراقبون أن من أهم الأسباب التي قادت إلى انبثاق حكومة الوحدة رغبة المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الداخلي بعد مجيء الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، واعتقادهم بضرورة العمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. من بين أسباب انبثاق حكومة الوحدة أيضاً فشل محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس بعد أن أعلن عن هجومه الواسع في 4 من أبريل/نيسان في العام 2019. عينت الإدارة الأمريكية في 10 من مايو/أيار
ريتشارد نورلاند سفيراً لها في طرابلس، كما زار مساعد وزير الخارجية الأمريكي جو هود العاصمة الليبية والتقى عدداً من كبار المسؤولين بينهم دبيبة. عينت واشنطن مبعوثاً خاصاً للبيت الأبيض إلى ليبيا من أجل تسريع وتيرة العملية السياسية والضغط من أجل تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، أهمها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري. تركز الولايات المتحدة على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا ومنع جميع أشكال التدخلات الخارجية والإقليمية كتمهيد لإجراء الانتخابات المقبلة التي تعول عليها إدارة بايدن في إخراج ليبيا من الحرب وعدم الاستقرار. وتستند الولايات المتحدة إلى مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 من يناير كانون الثاني من العام 2020 الذي لم يحقق وقف الحرب، لكنه وضع أسساً ومبادئ للخروج من الأزمة بتوافق الأطراف المحلية على نزع سلاح المجموعات شبه العسكرية وإخراج جميع القوات الأجنبية والتحضير للانتخابات المقبلة. تعتزم ألمانيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة عقد مؤتمر برلين 2 بمشاركة دول ومنظمات في 23 من الشهر الجاري لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المشاركون في المؤتمر ما يتعلق بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق بيان لوزارة الخارجية الألمانية. ويحاول حفتر الذي يعاني من الضعف وتراجع الدعم الداخلي والخارجي له بعد فشله في السيطرة على طرابلس تحسين صورته أمام الليبيين عبر إعلانه لدعمه لعملية السلام والانتقال الديمقراطي في ليبيا، أو تقديم الوعود بتحسين المستوى المعيشي وبناء وحدات سكنية للليبيين، أو عبر استعراض القوة في إقامة استعراضات عسكرية لقواته. ولا يزال موقف حفتر غامضاً من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ما دفع بعض المحليين إلى التعبير عن مخاوفهم من تقويض المسار السلمي في البلاد. وخلال الاستعراض العسكري في 29 من مايو أيار الماضي، قال حفتر إن قواته لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة في حال تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها. وعلى ما يبدو، فإن القوى والأطراف الدولية والإقليمية الداعمة لحفتر ليست مهتمة بدعم الحكومة المؤقتة في مهمة إجراء الانتخابات التشريعية بقدر اهتمامها بتنفيذ سياساتها في الداخل الليبي وتأمين مصالحها الحيوية والاقتصادية. ومن المهم لدول الاتحاد الأوروبي رغم تباين مواقف بعض دوله إرساء أسس السلام والاستقرار في ليبيا للسيطرة على الهجرة غير المشروعة والتهديدات الإرهابية المحتملة، بالإضافة إلى مساهماتها في ملف إعادة الإعمار والاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل قطاع الطاقة.